وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات ناهد أحمد. أهلا ومرحبا بك ست ناهد. بداية، عناصر القبعات الزرقاء التابعة لميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر تحرق خيام الطلاب المعتصمين قرب نفق التحرير، هل من معلومات أكثر عن هذه الحادثة؟ والله الكل اشاروا، يعني المتظاهرين نفسهم احنا شفناهم بالفيديو، وشخصيا يعني هو سرايا السلام جماعه مقتدى الصدر هم اللي ضربوا، وهاي القبعات الزرق وايضا بيناتهم من يعني لزموهم حسب ما سمعت وياهم الخراساني، جماعه الخراساني وقوات بدر والعصايب، وهم مامينه جماعه مقتدى الصدر كلهم مشتركين بضربنا. يعني الأحزاب بصورة عامة، الأحزاب هي اللي تقتلنا، الميليشيات الإيرانية. طيب بما تفسرين هذا الاعتداء اليوم في الوقت الذي دعت فيه الحركة الطلابية واللجنة المنظمة للتظاهرات إلى مليونية اليوم؟ المليونية لحد الآن ما صارت، لكنه أنا سمعت الأسبوع القادم، الأسبوع القادم مليونية، وايضا مقتدى الصدر ايضا دعا الى مليونيه بس ما حدد الموعد مالتها، وهي المقصود من عندها طبعا الاعتداء قمع التظاهره، لكنه المتظاهرين الطلاب هم مصرين على ان يواصلون الاعتصام مالتهم والعصيان المدني، لانه وين يداومون؟ تعال قول لي وين يداومون؟ اذا هو كل صف 60 70 طالب ايش يفتهمون؟ هو هذه دراسه هم مو حطموها هذا للتعليم، مو كل المدارس طينيه، هو هذا تعليم؟ يعني هم مو حقهم الطلاب يضربون؟ نخلي يسوي لهم تعليم بيه خير، مدارس بيها خير، ذاك الوقت مدارس نموذجيه، ليش هو العراق؟ العراق قليل فلوس؟ لو هم حطموا هاي المدارس الحكوميه في سبيل يسوون هم اهليه ويتنفعون بها، يريدون يحولون العراق الى اقطاعيه صعبة إلهم ملك إلهم، والعراقيين كل زين عارفين هذه الحقيقة، ولهذا السبب هو هاي جزء من الأسباب الكبيرة اللي خلت العصيان المدني بالمدارس. طيب يعني مليونية اليوم تأتي في ظل الرفض للقمع الذي يقع على الثوار من قبل عناصر القبعات الزرق التابعة إلى السرايا، يعني إلى أي مدى ترين أن مقتدى الصدر وميليشياته كشفوا للعراقيين عن وجههم القبيح؟ طبعا وجههم القبيح، وهم مستحين هم من البدايه اشو عينك عينك يضربون ويعتدون ويحبون خيام، ليش هم ليش حتى اللي كشفوا عن وجههم القبيح هم اصلا معروفين ومبينين، هم هو شنو هو مقتدى؟ اليوم اربع خيام حرقوا، وبعدين هم اصلا دوله قمعيه، هم شنو هم الصدر؟ هم واجهه حكوميه، جهه من جهات الحكومه. قمعيين واعتدائيين ويردون هم من يرشح حاليا محمد علي ومن يرشحه؟ مو هو هادي العامري المقتدى؟ مو اثنيناتهم هم اللي حطوه؟ شلون يغيب الشعب؟ ما منطبقه عليه الشروط مال تحت التحرير. تحت عليه ملفات فساد، مرتين صار مشارك بالعملية السياسية، مرتين وزير، ملفات فساد عليه، حكم عليه 7 سنين وهارب، وهذا كله هم من مسؤول عنه؟ هم صدريين لأن يردون يكرسوه، مواطنين عليه ويردون يكرسوه حتى يغطي على فسادهم ويهديهم. لكنه احنا شنو؟ وأخيرا نقول لهم يعني الاحتجاج السلمي إلى وقته، ترى احنا مقبلين ان شاء الله، واكو مقترح راح يتنفذ ما راح تكون سلميه، خلاص انتهت وقت السلميه. طيب يعني ست ناهد، ان بذكر محمد توفيق علاوي المليونيه التي دعت اليها اللجنه والطلاب اليوم هي اللي رفض ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسه الوزراء، كيف يعني تجدين اصرار وتصميم المتظاهرين على تنفيذ مطالب ثوره تشرين؟ والله عيد للسؤال، لانه يمني ضوضاء فدوى طويله بحيده. انا المليونية اليوم التي دعت اليها اللجنه والطلبه تاتي في ظل الرفض الى ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسه الوزراء. نعم. انت يعني ست ناهد، كيف تقيمين اصرار المتظاهرين على تنفيذ مطالب ثوره تشرين؟
نعم، احنا مصرين على هذا، على شروطنا، وما ما ما نقبل على اي رئيس وزراء خارج هذه الشروط. ومحمد علاوي اصلا ما تنطبق عليه ولا جزئي منها، شروط ما تنطبق عليه، لان ملفات فساد عليه مثل ما قلت لك، وساحه التحرير لا، رافضته رفض بعد، انتهت. ما يعني، وحتى همينا يمكن على التصعيد الجاي، حطت التصعيد الجاي ما راح تكون 100%. نعم، كانت معنا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات ناهد أحمد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.